مفاخر بني سليم فضلا عن العواتق اللاتي افتخر بهن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا ابن العواتق من سليم. فقد كان أيضا لبني سليم مفاخر أخرى، منها أنها ألفت معه يوم فتح مكة، أي شهده منهم 1000، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم لواءهم يومئذ على الألوية وكان أحمر. ومنها أن عمر كتب إلى أهل الكوفة والبصرة ومصر والشام أن ابعثوا إلي من كل بلد أفضله رجلا، فبعث أهل الكوفة عتبة بن فرقد السلمي، وبعث أهل البصرة مجاشع بن مسعود السلمي، وبعث أهل مصر معن بن يزيد السلمي، وبعث أهل الشام الأعور السلمي، فكلهم من سليم.